خلينا ننتقل لموضوعنا لليوم. رح تكون معنا الدكتورة حنان العمري وهي أخصائية أسرية وتربوية، رح تحكي لنا عن علاقة الرجل والمرأة في المنزل. نحن بنشوف بالآونة الأخيرة صرنا نتحدث عن مشاكلنا بطريقة عفوية، صرنا نروح والله على أخصائي أسري حتى يساعدنا في حل المشاكل الموجودة حوالينا، دائما كان الناس تسكت، مع أنه في للأسف ارتفاع كبير بحالات الطلاق عنا بالأردن. رح نتحدث عن كيفية قولبة هذه العلاقة، نتحدث أنه كيف بده يكون هناك تشاركية في تنازلات من الطرفين، لأنه هي مش علاقة قائمة على المرأة فقط، هلا المرأة لها دور والرجل له دور، دائما بحكي إذا نجح البيت بدها تكون المرأة هي حمليته، نعم هي المرأة تحمل البيت على أكتافها ولكن لازم يكون هناك تعاون من الزوج. كل هذه المعلومات وأكثر مع الدكتورة حنان العمري، كيفك دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير كاتي، صباح الخير بلال، صباح الخير لكل اللي بيشاهدونا. أهلا وسهلا. موضوع حلو لأنه بمس نواة المجتمع. صحيح. أنا بسميها، ومنها يعني ينطلق هالأجيال والأبناء وكل الأفراد اللي بنشوفهم بالمجتمع على وهي الأسرة. صحيح. إذا بدنا نحكي على العلاقة بين الرجل والمرأة في المنزل، فهي علاقة في البداية نتفق على خطين رئيسيين. طبعا. أول شيء إنه هاي علاقة مبنية على الحب والاحترام والثقة. الحب هو المتبادل حتى يعطي الجو الدافي بالأسرة، حتى يعطي الأبناء أيضا دفعة من الدفء والحنان وسود في نوع من التآلف والمحبة في المنزل. شغلة تانية الاحترام، لابد أن تكون قائمة على أنه كل واحد من الطرفين يحترم الآخر، يحترم رأيه، يتقبل رأيه، يتقبل أفكاره، يستطيع أنه بالآخر يوصلوا إلى حل أو رأي مشترك إذا كان في هناك أي خلاف، وإن شاء الله الله يبعد الخلافات عن كل الأسر. والشغلة الثالثة اللي هي الثقة، وأنا بعتبرها هي صمام الأمان في حياة الأسر، لأنه إذا فقدت الثقة معناته صار في هناك تهديد بالنسبة لكيان الأسرة ككل. العلاقة بين الرجل والمرأة في المنزل، نعم، لازم ننظر لها أنه هي مش علاقة الند بالند. هي علاقة مبنية على أساس مشاركة، كل واحد بشارك الثاني في هاي الحياة، حتى بالتالي أنه نمشي ونكون أسرة سعيدة، أسرة منتجة، أسرة لها فعالية داخل المجتمع. وبنفس الوقت أنه إحنا يكون لنا مضبوط أدوار لكل واحد منا، لكن لا تكون هاي الأدوار مغيبة عن الطرف الثاني. ليش؟ لأنه في حال تغييب الأدوار عن الطرف الثاني معناته إحنا فقدنا شغلة كتير مهمة وهو خيط التواصل. يعني بنفقد تواصلنا مع بعض كأزواج موجودين في المنزل، لأنه والله الرجل هو مسؤول عن مثلا أنه احتياجات المنزل، مسؤول عن أنه يروح الشغل ويرجع، ما إله بالولاد، ما إله بالبيت. هون إحنا فقدنا خيط رئيسي ومهم اللي هو التواصل، التواصل ما بين الطرفين اللي هم بالآخر رح يصبوا في مصلحة الأسرة. فلازم نعي كأزواج إنه العلاقة هي علاقة فيها نوع من التشارك على درجة عالية، وأيضا هذه العلاقة لابد إنها تكون على درجة عالية من النضج، لأنه إحنا مسؤولين بعدين إنه نكون أسرة منتجة وفي أبناء موجودين، ومهم إنه ندير بالنا عليهم وعلى صحتهم وعلى تعليمهم إلى آخره. طيب دكتورة بدي تسمحي لي، أنت حضرتك أخصائية تربوية وأسرية، نعم، ويمكن اللي بيتابعنا الآن بتخيل إنه أنت من الأشخاص اللي حياتك ماشية على المسطرة في البيت. لا، فهي الصورة اللي لازم نوضحها، نعم، ونشير لها بجانب من الأهمية، نعم، إنه مش بالضرورة كل الحياة تكون ماشية في طريق مستقيم بدون تعرجات، طبعاً، بدون انخفاض، بدون أكيد ارتفاع. أكيد. بنحكي أكثر بهاي الجزئية إنه أوكي، لازم يكون في طبعاً كيمياء بين الزوجين. لازم يكون المشاكل هي ملح الحياة بالزوجين. حتى في بعض الأشخاص بحكي لك ما دام في هناك مشاكل معناته في حب. صح. إذا ما كان في مشاكل والأمور ماشية معناته خلصت. هلا الشغلة المهمة اللي أنا كمان كنت بدي أحكي فيها بحديثي إنه إشي طبيعي يكون في مشاكل، يكون في خلافات، لأنه إحنا بنحكي عن علاقات إنسانية، إحنا بنحكي عن تركيبين مختلفين،
كل واحد جاي بعقلية مختلفة عن الآخر، صح؟ بالآخر هم بيلتقوا في مصلحة واحدة، لكن كل واحد جاي بأفكار مختلفة، بعقلية مختلفة، بنظرة أمور مختلفة، يمكن أحيانا مستوى تعليمي مختلف، أحيانا مستوى اقتصادي مختلف بيأثر. ما بدنا نكون يعني كثير هيك حالمين زيادة عن اللزوم ومثاليين، ولا أنا كمان زي كل الناس، أكيد في خلافات يومية على مدار الساعة، بس بالآخر إحنا متفقين إنه نوصل على نقطة تلاقي وتفاهم. كيف يمكن التعامل؟ يعني مرات بصير معنا مشاكل. نعم. فهذيك اليوم بقرأ بحكي لك بدء في يعني نجاح الأزواج من 50 سنة ل40 سنة. نعم. بيحكي لك الهدوء وضله ما تجاوب وهو ما يجاوب. في مرة تحسي مش منطقي، يعني مرات انت ما تنرفزي، ما انت بصير بتعلى نبرة الصوت وتبلشي تشوبري أكثر. طبيعي هذا إشي طبيعي. كيف بدنا نتعامل مع هذه المواقف؟ وفي مشاكل حتى مرات بتصير بين الأزواج من وراء الأبناء. بالضبط. هلا في شغلة كتير طبيعية، إن ردود الأفعال هي أيضا طبيعية عند الإنسان. يعني من الطبيعي إنه أنت لما تعصبي ممكن يعلى صوتك، ممكن تتلفظي بألفاظ هي ليست بالعادي في الحوار العادي أنت بتتلفظي فيها. ممكن أحيانا في ناس بوصل لدرجة العنف إنه بيكسر مثلا الإشي اللي أمامه، فهذا إشي طبيعي، هاي انفعالات طبيعية لابد من إنه إحنا نتقبل الآخر. لكن أنا بحكي إنه كثير مهم إنه كل من الزوجين يدرب نفسه على حد معين من التعبير على هذه الانفعالات. يعني لا يجوز أن يكون في بوقت الانفعالات تبادل الألفاظ النابية، الألفاظ اللي فيها نوع من الإهانة ونوع من التجريح ونوع من التقليل للطرف الآخر. نعم. وهذا منشوفه، ما بدنا ننكر إنه هذا منشوفه وموجود في 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 مكاتب الإرشاد الأسري ومكاتب الصحة النفسية، وأيضا في الوضع الطبيعي في المجتمعات منشوفه إنه موجود، إنه في نوع من التجاوز عن الحدود الطبيعية المقبولة وتجاوز في الاحترام. إذا أنت بدك ردة فعل معقولة، لازم يكون كمان ردة فعلك أنت كإنسان كمان هي معقولة. وهون بيجي التدريب، إن إحنا ندرب أنفسنا على كيفية ردة فعلنا للانفعالات، وهذا يمكن بده حلقات متتالية في هذا الإطار. جميل. لكن إذا أنت ذكرتي قضية الأبناء، إحنا كتير مهم كأزواج إنه، والدراسات بتشير إنه تأثير الخلافات الزوجية على الأبناء هو تأثير سلبي، مع إنه في مدرسة يعني بتنادي بكتير من التواضع، إنه مهم إنه إحنا نطلع أبنائنا على الخلافات العائلية، لكن إمتى؟ لما توصل هذه الخلافات إلى مرحلة يعني متقدمة، في مرحلة من الانفصال، وقتها أنه إحنا منفسر لهذول الأبناء أنه إحنا لم نستطع العيش معا كزوجين، ولكن إحنا منحبكم، رح تستمر علاقتنا كأبوين، هون بيختلف، كأبوين معكم فيما بعد. دكتورة، يمكن يعني في هذه المرحلة مش ممكن يسبب صدمة للأطفال، يعني هم مغيبين عن العلاقة بين أبوهم وأمهم في لحظة من اللحظات. نعم. حاسين إنه الحياة طبيعية في وقت معين، وبفجأة في انفصال، إنه في انفصال، فبالتالي مش ممكن إنه هذا الأمر يعني إعلام خلينا نحكي الأطفال وإشعارهم بأنه في توترات في العلاقة في جزئية. نعم. معينة بطريقة معينة، شو يكون أفضل من 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 الصدمة. كمان نرجع ونحكي، الدراسات حكت إنه تأثير مشاهدة الخلافات اليومية والمتتالية من جهة الأبناء على بين الوالدين هو لسه شدته أكثر من شدة إنه أنت لما بتحكي مع الأولاد بطريقة فيها عقلانية، بطريقة فيها درجة عالية من المحبة، هاي اللي لازم نركز عليها، مش إنه إحنا انفصلنا معناته إحنا تركنا الأولاد في عالم مش معروف وين نهايته، في عالم هم رح يحسوا بعدم، أكيد عدم الأمان وعدم الاستقرار إلى آخره. لكن جدا مهم، وأنا بنصح الأهالي هون إنه دائما يخلوا الأولاد في معزل عن خلافاتهم كزوجين، وما يحطوا الأولاد أيضا كمان هم سبب لخلافاتهم، لأنه إذا وضعوا الأولاد سبب لخلافاتهم درجة شعور الأبناء
الشعور بالذنب انه انا السبب، انه من وراي انا، من وراي اهلي بتشاجروا، من وراي اهلي ما في على عدم وفاق، فهي كمان شغله جدا مهمه. بدي اتحدث بشغله دكتوره، مرات مثلا اذا الاب اخطا في تصرف او الام اخطات في تصرف، الطرف الاخر بيجي بحكي مثلا هذا الإشي ما بصير ينعمل، فعشان هيك انا زعلت من بابا وعشان هيك زعلت من ماما. التوضيح في بعض الاحيان ممكن يساعد ابننا انه الحياه الزوجيه فيها اختلاف وعادي الواحد يخلط وبتعلم هو ما يرجع يعيدها. انه بنشوف في بعض الاحيان بعض العائلات بتحكي لك لا انا ابني ما، لا مش لازم ينحط بالصوره بالخلافات البسيطه، وما بحكيش عن الصراخ وعن الضرب للاسف. أيوة. الكلمات النابيه متفقين متفقين. هلا في الخلافات البسيطه العاديه اللي كل بيوتنا تصرف صار امام الابناء مثلا، انه انا هذا التصرف لم يرضيني بالتالي انا كانت رده فعلي كذا وكذا. صحيح. لانه الاب او الام تصرفت بطريقه معينة. نعم. عشان كمان إنه الأبناء في كثير من الأحيان بيصير في موقف يعني تجاه تجاه واحد من الوالدين. هاي واحدة. وشغلة تانية بصير يقلدوا الأبناء، هم النموذج لهم. صح. هم الأب والأم. صح. إذا كان دائما في خلاف في العلاقة ودائما في توتر ودائما في صراخ ودائما في اضطراب في العلاقة ما بين الوالدين في الأسرة، كمان هذا هو نموذج سلبي لعلاقاتهم في مع بعض ولعلاقاتهم مع الأصدقاء خارج إطار الأسرة. نعم. طبعا بنتشكرك دكتورة حنان العمري على تواجدك معنا على هذه النصائح الثمينة صراحة، ونتمنى هيك تواجدك معنا بلقاءات قادمة لأنه الحديث لا يمل صراحة. أهلا وسهلا فيكم، ونتمنى نشوفك مرة ثانية. شكرا لكم. شكرا، وإن شاء الله بيوتنا تضلها بأمان وسعادة، وأبنائنا كمان دائما على درجة عالية من الثقة والسعادة والإحساس والشعور بالدفء الأسري. شكرا لك. شكرا. فاصل صغير وراجعين، خليكم معنا ما تروحوا مكان. Bob is so good.